للارتقاء بمهارات أطباء الأسنان في الشمال السوري ورفع السوية العلمية لديهم بما يواكب آخر الأبحاث والدراسة الطبية في علاج الأسنان، أقامت نقابة أطباء الأسنان الحرة في مدينة عزاز محاضرة علمية تحت عنوان الأسنان المنطمرة، متى تقلع ومتى تترك؟ احنا عندنا نعتبر طبيب الأسنان هو طالب حتى يقاف المهنة، لأنه العلم يتجدد، فضروري جدا طبيب الأسنان يظل مواكب المحاضرات الجديدة، يظل مواكب التطورات الجديدة بعلم طب الأسنان. موضوعنا كان حول الأرحاء المنطمرة، الهدف منه أنه إثراء طبيب الأسنان العام وزيادة معلوماته حول الأرحاء المنطمرة، بحيث يقوم طبيب الأسنان بتجديد معلوماته. قدمت الورشة العلمية أحدث المعلومات عن الأسنان المنطمرة وكيفية التمييز بين الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي والحالات التي تحتاج للرعاية فقط، كما تناول الدكتور المحاضر الأعراض التي تدعو لاستئصال الضرس المنطمرة. في بيناتنا أخصائيين وأطباء كبار يعني مختصين هون وبسوريا وبرا، فلما عمان يتجولوا في أنحاء العالم والكليات والمشافي، فبصير عندهم خبرات جديدة وعلوم جديدة، ولما عم نجتمع بهيك محاضرات فبيطرحوها علينا بالإضافة للأسئلة اللي نحن بنسألهم إياها وهن بيجاوبوها. لدينا خطة موسعة من النشاطات، بدأناها اليوم بأول محاضرة علمية في مقر النقابة الجديد، ولدينا خطة الآن موسعة إن شاء الله تعالى لسلسلة من النقابات من المحاضرات العلمية بمحاضرين من خارج البلد ومن داخل البلد. هدفنا كما قلنا ندعم هذه السوية العلمية لزملائنا. تسعى نقابة أطباء الأسنان الحرة وبالتعاون مع جامعة حلب الحرة إلى زيادة الورشات العلمية للأطباء، حيث من المقرر أن يعقد خلال شهر نيسان القادم المؤتمر العلمي الأول لأطباء الأسنان في الشمال السوري، بما يساهم في تعريف الأطباء بالداخل السوري على آخر ما توصل إليه العلم في طب الأسنان.